باقي لي دقيقة قبل الختام، رأيك؟ وقتي لك يا ابو عبد العزيز. لا تفضل ابو بدر، قول احمد. انا رأيي وقلته معك سلطان، وقلته مع ابو بدر استاذ وليد، لو في شمس بانت من امس، وكنت متوقع انه الاحتجاج لم يقبل، بل اني جزمت. طب ليس لاني استند على حاله قانونيه بانه الاحتجاج خاطئ، لا، لانه هذه طبيعه الامور. يعني انا لا اشكك في اللجان ابدا والله، يعني هم ان شاء الله اكرم، وانه من نطعم في ذممهم او نشك انهم يتخذون قرارات بشكل عاطفي، لا، بس لان هذه طبيعه الامور. ما الاحتجاجات في السعوديه نتيجتها واضحه، دائما تجنح للسلامه. يعني مسألة أنه تستغرق الاحتجاج 14 و15 يوم، في الأخير أنت سأل لجنة الانضباط يعني جارتك في الاتحاد، ما أعتقد أنها تستحق كل هذا الوقت. حتى الآن لما يروح للأهلي أو يريد الأهلويين أن يذهبوا إلى استئناف، النتيجة واضحة، لن يقبل، لأنه لجنة الاستئناف حتستأنس برأي من أصلا؟ حترجع لجنة الحكام، ما حتروح بعيد. يعني لا يوجد رجل مختص مثلا في الاستئناف قانوني او في التحكيم الرياضي او القانون الرياضي، او ما ادري والله وش تصنيف الحاله، يستطيع ان يساعد في البت في الامر. فبالتالي بس يعني حرق الدم جمهور، والنتيجه واضحه. ما في حالات، شوف، في حالات خارج 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 الحدود السعوديه، نظن احنا كمتابعين واحيانا الجمهور يظنون ان الحاله يعني مضمونه 100%. الهلال حصلت معه في احتجاج اسيوي، النصر حصلت معه في احتجاج اسيوي، وقضايا، وينتقل من الكاس للفيفا والفيفا للكاس، وفي الاخير يتوج بطل اخر وتبدا البطوله الثانيه، واحتجاجك يرفض، ولا لو تاخذ باستئناف 7 أو 8 مرات. انا اقول كملوا موسمكم، المباراه دي انتهت بالتعادل، خلصنا. يعني لا اريح لكم، اريح لدم جماهيركم، لا تحرقون دمهم وبس.